السلم والأمن العام، هذه اتهامات تؤدي إلى حبس الصحفيين، وده اللي حصل في خروجنا بكفالة. وبالتالي احنا بنقول انه صحيح الدستور لم يفعل في هذا الأمر، ولا نريد، نحن لم نكن نريد ابدا اي خصومه مع الداخليه ولا مع السلطه. بالعكس، احنا كتير جدا بنستر اخطاء بتتم من زمان، ومش عايزين نعمل كده. احنا امام واقعه، لا نقول على انفسنا اننا فوق المحاسبه، لا، احنا موافقين على المحاسبه، لكن موافقين على المحاسبه وفق القانون والدستور، مش وفق نوازع شخصيه ورغبات تريد عوده حبس الصحفيين مره ثانيه. فالنهارده الموقف مش عشان نحط الصحفيين فوق القانون، الصحفيين اكتر ناس عايزين دوله القانون، لكن احنا النهارده علشان نقول ما ينفعش ترجع لي مره ثانيه حبس الصحفيين.